بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتقدم لكل أمة إسلامية بأحر التهاني وأطيب تماني، إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا. عيد مبارك للعائلة تاعي، عائلة بقاح، عائلة فرحي والأصدقاء المقربين، زملاء في العمل، وكل عام وحنا بخير إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا. عيد أضحى مبارك للشعب الجزائري والأمة الإسلامية عامة، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم الصحة والهنا إن شاء الله. كذلك ما نساش نعيد للأسرة تاعي، للأب ديالي بن شاع عيسى، كذلك الوالدة تاعي ربي يخليها لي، مي بتيت سار جينان هادي دينا، كذلك خولة ما نساش نقول لكم صحة، عيدكم كل عام وانتم بخير، الجدة تاعي ربي يحفظك ويطول لك في عمرك. كذلك ما نساش نعيد لكل طاقم وعمال الحياة ونقول لكم صحة، عيدكم ينعاد عليكم الصحة والهنا إن شاء الله والعقوبة إن شاء الله العام الجاي. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم عيد أضحى مبارك إن شاء الله لكم ولجميع الأمة الإسلامية، إن شاء الله تكونوا عيدتوا بخير وبسلامة وبصحة. السلام عليكم، صحة عيدكم لكل الأمة المسلمة الجزائرية. أهدي تحياتي إلى عائلة بالكحلة وعائلة بوخبزة وقاسمي ساكنة في مدينة بجاية. السلام عليكم. نقول لكم صحة عيدكم، عيد الأضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا. نقول صحة عيدكم ما فامي، مون بير، ما مير، مي فخير، ما بيل فامي، لا فامي زيروكي، لا فامي تانيت، ما فامي بن حسين. نقول لكم كل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. صحة عيد كل الجزائريين، صحة عيد كل الأمة المسلمة، كل طاقم الحياة أيضا، كل طاقم العامل معي، وخاصة العائلة الكريمة. صحة عيدكم. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير، العقوبة العامة جي إن شاء الله. أهدي تحياتي إلى إخواتي وأخواتي ولافامي دوفايري، وإلى زوجة ابني، وإلى طاقم الحياة. صحة العيد نون، إن شاء الله هذا العيد غدي وين صحة هذا لهنا وسنين وخامنا. صح العيد نون، بابا يما غي ستما تيدي لان داكي تيدي لان الغربة اروك ستما ويدو كسنا لا فامي حكوم لا فامي صحراوي تيزيرت يخدم نوك يدي داكي دي لشان الحياة. صح العيد نونك. السلام عليكم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدم بأحر تهاني لجميع الأمة الإسلامية، لكل مشاهدي قناة الحياة، لكل عمال قناة الحياة. نقول لافامي تاعي هواشم صحة عيدكم بخمس مليانة، نقول الكيباشا جبلي بتيار تفانيك صحة عيدكم، للمزوزيات تاع لافامي سيدرا وتسنيم صحة عيدكم فان. وبالمناسبة نقول صديقي العزيز زواج مبارك إسلام حروري، زواج مبارك، شكرا لكم. بمناسبة عيد الأضحى أتقدم بأحر التهاني إلى كافة الأمة الإسلامية والشعب الجزائري، وبالأخص إلى عائلة هدار أمي وأبي، وبالأخص أختي سيرين وإخواتي وكل أبنائهم وعائلة قاسمي ببو إسماعيل. صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم، عيد أضحى مبارك لجميع مسلمي العالم وبالأخص مسلمي الجزائر داخل وخارج الوطن. أهدي تحياتي لجميع عائلة بناجي وزقاي وليتيم أيضا وكل طاقم الحياة تي في. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أهنئ كل الأمة الإسلامية، كافة الجزائريين، أكيد طاقم الصحفي والتقني، كل من يسهر على قناة الحياة. أكيد أهنئ عائلتي الكريمة، أمي، أبي، أخواتي يوسف، ليتيسيا، ماتياس، جدتي وخالتي العزيزة صالحة، طاطا فريدة نقولها صحة عيدك، عمتي في قلمة نقولها أكيد صحة عيدك وكل عام وانت بخير، وولادها، ومنساش صاحبتي الغالية سلسابيل نقولها نحبك بزاف وصحة عيدك. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، صحة عيدكم، كل عام انتم بخير. أهدي تحياتي للزوجة أمينة ميلاس وكل عائلة سعودي باريكا وهرا سيدي بلعباس لفامي تيميزار، شكرا. بمناسبة عيد الأضحى نحب نهنئ كل الشعب الجزائري، نقول لهم صحة عيدهم، كل عام وهم بخير. نهنئ كل الأعضاء وكل العملاء بقناة الحياة تي في. نحب نهنئ العائلة ديالي وسعدي وبو بكر، بالأخص أمي نعيمة وأبي محمد، والأخواتي كمال ورؤوف، وأختي الصغرى
إكرام. السلام عليكم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدموا بكل يعني التحيات لعمال قناة الحياة الجزائرية ولكل الشعب الجزائري وللأمة الإسلامية، وأتقدم أيضا بتحية العيد للعائلة الكريمة في ولاية تيزي وزو، للأب وكذا الأم والإخوة والأخوات وكل عائلة سليماني ببلدية مشطراس دائرة بوغني، وكذا أيضا عائلة بقرار والأخالات والأخوة المتواجدين بالتراب الوطني وكذا بالخارج. سنينيغ العيد مربوح، العيد هنا غادي تسافر الصحة إذن هنا سلمير ثمين. صباح الخير، صحة عيد كامل الشعب الجزائري وكامل الأمة الإسلامية، وبهذه المناسبة أنا حابة نقول صحة عيدكم لكامل العائلة تاعي، صحة عيدكم لمي بارون، صحة عيدكم لمي غران بارون، لكامل لا فامي، عماتي خوالاتي كاع لا فامي إغبريوان، بيان سور صحة عيدك جدو، صحة عيدك مامي خديجة مامي زهية، صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. بمناسبة عيد الأضحى مبارك، نهدي تحياتي لوالدي خوتي خويا عبد السلام يونس وعبيدة واختي صغيرة، ونقول لكم صحة عيدكم ولاقوا بالعام الجاي إن شاء الله. ونهدي تحياتي لتانيك لافامي زقومي بيان سور ولافامي ميهوبي وخالاتي عماتي عمومي خوالي كامل، نقول لكم صحة عيدكم. وخويا محمد زكاي نقول لك صحة عيدك، ما تلاقيناش ولاقوا بالعام الجاي ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. صحه عيد كامل الجزائريين والامه المسلمه ومن كانت ان بو بارتو دون لو موند، ربي يتقبل منا صالح الاعمال. صحه عيد من شيخ بارون، ربي يخليهم ليا ويحفظهم ان شاء الله ويطول في عمرهم. اوسي ا مي فرير لا فامي كاجي تاع لي زاناسير عمومي وعماتي، ما فامي ماتيرنيل لا فامي تركماني يدان خوالي وخالاتي تاع لوتيسمون تاع القبه، دونك جو سيت نورا ليلى لا بيتيت ايا طونطون قادر وفريدة، بيان سور كامل الزملاء تاوعي هنا في قناة الحياة الجزائرية، وليكم انتوما مشاهدي قناة الحياة الجزائرية صحة عيدكم وينعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والهنا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدم بي التهاني القلبية إلى كافة الأمة الإسلامية جمعاء وإلى الشعب الجزائري بأخلص التهاني والأماني، متمنية الخير الصلاح لهذه الأرض الطيبة، ربي يحفظ بلادنا إن شاء الله، ربي يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير الصلاح والسداد. شعب جزائري كامل نقول له صحة عيدكم، قناة الحياة كل زملاء نقول لهم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. طبعا إلى عائلتي الكبيرة جدا خوتي خياتي لافامي دريس وين ما كانوا، عمومي عماتي، وطبعا الوالد نقول له صحة عيدك كل عام وانت بخير، ربي يحفظك ويطول في عمرك ويخليك تاج فوق راسنا. كامل خوتي خياتي وسيرتو سيرتو عصام آخر العنقود تاع الدار المزوزين، نقول له ربي يطول في عمرك وكل عام وانت بخير. خوالي خالاتي في ولاد فايت لافامي بن هلال كاع الناس اللي يعرفوني نقول لهم عيد سعيد كل عام وانتم ألف ألف خير. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والهنا. أكيد نهدي تحياتي للجميع طاقم قناة الحياة وأيضا لعائلتي عائلة سيان، الأب الأم الإخوة والأخوات وأختي الصغيرة الكتكوتة أمينة، وأكيد عائلة أخوالي عائلة خالد خالي بشير، وبلا ما ننسى جميع أولاده. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، شكرا. عيد مبارك لكل الأمة العربية المسلمة، وعيد مبارك بالأخص للأمة الجزائرية. أتقدم بأحر التهاني لعائلتي عائلة وساني، عائلة شاشو بالقايد عبدي رقاد، وبالأخص الماما وبابا وخويا مرتو تاني، وبالأخص تاني ماني، نقولها ربي يطول عمرك وربي يخليك لينا. عيد مبارك لكل الجزائريين. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم. تحياتنا لكل عائلة بن فرحات ولكل من يعرف محمد بن فرحات من قريب أو من بعيد، لقاء عائلة قناة الحياة الجزائرية وللشعب الجزائري والأمة الإسلامية قاطبة. نقول صحة عيد لكل مجمع قناة الحياة، نقولهم صحة عيدكم ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والهنا. نقول صحة عيدك للأم العزيزة ديالي، نقولها إن شاء الله تقعدي تاج فوق راسي إن شاء الله، وإن شاء الله كل عام ينعاد عليك بالصحة والهنا. نقول صحة عيدك لأختي وسيلة وتسنيم ومحمد وسهام سعيد وكل برام البيت عبد الله وعمر وزينوبة وخويا الصغير محمد صفوان، نقول له صحة عيدك وكل عام ما شاء الله انت ألف ألف خير. نقول كل أمة الإسلامية صحة عيدكم ينعاد عليكم ما شاء الله بالصحة والهنا.